وجوه عربية بارزة في السياسة والإعلام والفن غابت هذا الأسبوع. الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي رحل عن عمر يناهز 94 عاما بعد صراع مع المرض. تولى وزارة الخارجية المصرية لسنوات، وهو العربي الوحيد الذي عين أمينا عاما للأمم المتحدة بين العام 1992 والعام 1996. A special appreciation for Egypt. غالي هو أيضا الوحيد الذي لم يشغل ولاية ثانية بسبب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضده لإدانته إسرائيل على خلفية مجزرة قانا في لبنان عام 1996. أول مرة في تاريخ الأمم المتحدة عندك إدانة تامة لإسرائيل موجودة في وثيقة رسمية قدمت إلى مجلس الأمن. الخسارة الثانية هذا الأسبوع هي الكاتب المصري محمد حسنين هيكل الذي توفي عن عمر يناهز 93 عاما بعد صراع مع المرض. هيكل هو أحد أشهر الصحفيين المصريين والعرب في التاريخ، اشتهر عربيا ودوليا أثناء رئاسته تحرير صحيفة الأهرام. عينه الرئيس جمال عبد الناصر وزيرا للإرشاد القومي عام 1970 ليحمل بعد ذلك صفة صديق الحكام العرب وصانع الرؤساء ومؤرخ تاريخ مصر الحديث. من مصر إلى لبنان، حيث خسر الوسط الفني المخرج المسرحي بيرج فازيليان مؤسس نواة المسرح اللبناني في الستينات. مسرح اليوم عالمي، مش بلدنا بس، بالعالمي وراه بده دولة. إذا ما في دولة ما في مسرح. ولد في اسطنبول وصنع شراكة مميزة مع الأخوين رحباني فأخرج غالبية أعمالهم المسرحية مع فيروز. آخر مسرحية عملتنا أسيد الهوب بالبالبك. المخرج وقف أمام الكاميرا في الفيلم اللبناني الكلاسيكي سفر برلك بدور الضابط العثماني. هجوم! هجوم! بيرج فازيليان هو والد المايسترو هاروت فازيليان أحد مؤسسي الأوركسترا الوطنية اللبنانية. توطي راسك بتشتغل بتعرف شو بدك تعمل توصل، وهيك أكيد بي كمان أنا بشوف كيف عمل بي. بيرج فازيليان، محمد حسنين هيكل، بطرس غالي، ثلاث شخصيات شاركت في صناعة القرن العشرين وطبعته بنكهتها الخاصة غابت في أسبوع واحد.